غلط وغلطت وكان ثمن غالي. سكينة جلامور في حالة ندم بعد السجن لعامين. كان طلب السماحة من الأب ديالي. بهالطريقة كان الاحتفال بخروج سكينة جلامور من السجن بعد عامين اللي دخلته على أثر تورطها بقضية حساب حمزة منبيبيل شهيرة في المغرب اللي ربط فيها أسماء عدد من المشاهير مثل دنيا بطمة وغيرهم. وسكينة كانت انحكمت بسنتين سجن وغرامة 10,000 درهم. وإيتي بالعربي التقى فيها بعد خروجها لتخبرنا عن هالتجربة. الحمد لله أنا قضية ديالي أغلقت والحكم ديالي بقى في الاستئناف، والله يجعل عليا مغفرة الذنوب. وكنتمنى يعني كان اي واحد نكون عبرة ليه، ونكون انا واحد ليكزامبل بوتيت خايب ولا زوين، ولا كل واحد كيفاش غادي يشوفني. وكنحترم اراء الناس كاملين. فواضح انه سكينة بتعترف بالخطا اللي عملته، وقضت فترة محكوميتها بسبب تورطها بالتهمة اللي توجهت لها، وبتكشف عنها لقيتي بالعربي. انا التهمة اكزاكتومون اللي دزت بها في الفصل ديالي مشاركة في الدخول النظام المعلوماتي مع نشر صور الغير بدون موافقتهم ومسس بحياة الغير فقط. يعني هذه هي التهمة اللي تبرأت من الحكم الابتدائي، تبرأت من 2 أو 3 ديال التهم. الحمد لله خرجت لي براءة. وبعد خروجها طلعت بأكثر من لايف على حسابها بالإنستغرام تشرح للجمهور كل شيء صار معها، ولقت تعاطف من البعض خاصة أنهم عارفين عن أزمتها الصحية وتدهور حالتها خلال فترة حبسها. أنا دائما أتوقع الأشياء الجميلة من المغاربة داخل وخارج الوطن. كنت مرضت وكان جاتني ديبريسيون خايبة، خدت فيها واحد لبوا خايب، ولكن الحمد لله كل شيء كيدوز بالصلاه وقراءه القران وبالاطباء اللي كانوا تمايا متبعين معايا، وكل شيء الحمد لله كل شيء داز. ولكن البعض الاخر ما نفى انها مذنبه، ولكن بنفس الوقت اعتبروا انه في اشخاص اخرين استغلوها، وبحسب تحليلاتهم انذكر اسم دنيا بطمة. ما غاديش نقول تظلمت، لانه انا غلطت وغلطت وكان ثمن غالي. فقط انا نخليها بين قوسين، كان ثمن غالي. فتظلمت الا قلت انا تظلمت، فيعني انا ما درتش نو. بحكم انني كنعاود نقولها، تعرفت على الناس الغلط في الوقت الغلط في حياتي اللي خلاني نجر لهذا المشكل هذا. فلا ما غاديش نقول تظلمت، انا تربيت. وبنفس الوقت في كثير ناس تأذت بسبب قضية حمزة منبيبي، أولهم عائلتها، وهذا اللي بتندم عليه سكينة. كان طلب السماحة من الأب ديالي ومن الأخت ديالي ومن بنتي، لأنه ما كانش لها حتى شي ذنب أنها تفرق على الأم ديالها. الأب ديالي مرض في الفترة وخرجت لقيته سو واحد لا ديبريسيون اللي خايبة. الاخت ديالي جات ترومبو في ليبيد في الاج دو 24 عام، كيفي واحد المرضي اللي كتجي غير الناس الكبار. فكنطلب الناس السماحه وكنطلب المغاربه السماحه كاملين. وواضح انه فعلا فتحت صفحه جديده بحياتها مع الجمهور وحياتها الخاصه كمان، فهي بتعيش علاقه حب بالوقت الحالي، وعملت وشم على ايدها بالنكنيم لحبيبها اللي رفضت تكشف عن هويته. غنخليوها في مجال عقار. كاينه قصه حب زوينه اللي نبعات في ظروف خايبين، والانسان فاش كيكون معك في واحد الظرف اللي هو خايب وكيكون معك هو زوين، فما يمكنش الا تبدليه بنفس الشعور. بالنسبه للزواج حاليا ما كاين حتى شي حاجه للزواج، لانه كلشي بالمكاتب.